اهلا بكم مشاهدينا اذا مجددا، وارحب بضيوف الكرام الاستاذ عاطف البطوش رئيس نقابه عمال الموانئ، اهلا بك، والناشط العمالي الاستاذ عبد الهادي راجح، اهلا بكم في المحور الثالث من نبض البلد. ممكن هذا اخر محاور الليله واليوم نتطرق لقضيه اثارت جدلا واسعا في الشارع الاردني، هي قضيتكم قضيه عمال الموانئ. تطلعنا اول شيء على اخر ما وصلت اليه النتائج، يعني شو نتائجكم النهائيه، شو وين وصلتوا مع الحكومه في موضوع قضيتكم؟ مشوارنا طويل حتى لسه ما كملناها. مبدئيا يعني احنا من منطلق انه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قبل ما نبلش في الحديث احنا بنشكر عالي السيد عيسى ايوب يعني اتفهم لقضيتنا والجهود اللي بذلها يعني ساعدنا للامانه. الرجل يعني حتى انه في بعض الشغلات يعني استخدم صلاحياته بشكل شخصي يعني حتى انه نصل في نتيجه مرضيه للعاملين. نعم. فاحنا بنشكره يعني من بركه ومن خلاله. وبالنسبه لمطالبنا تقريبا يعني شبه حققت، ما بدنا نقول 100% ولكن 90%. كم موظف استاذ عاطف الموجودين في اللي بيعملوا في المؤسسه؟ 3500 تقريبا. نعم. يقارب 3500. نعم. طبعا هم فئات عديده، منهم موظفين ومنهم عمال ومنهم مستخدمين، يعني تصنيفهم الوظيفي كثير. فاحنا كان مقترحنا انه نوحد هاي الفئات في المؤسسه تصير تحت اطار معين وبوجود نظام خاص يعني يعتمد للمؤسسه حتى يوحد الفئات، يوحد الدوام، يوحد كثير في عندنا يعني امور متراكمه من زمان يعني ولازم يكون لها حل يعني. فالحل الجذري لها اللي هو الخروج بمظله يعني اللي هي النظام الخاص. نعم. للمؤسسه. طيب استاذ عبد الهادي يعني انت احد المتاثرين اصلا من قضيه طبعا، فلك كل الاحترام. الله يسلمك. لكن اسمح لي انه هل حصل عمال الموانئ على حقوقهم كامل اليوم؟ اول شيء قبل لا احكي عن عمال الموانئ اسمح لي ان اتقدم بالشكر والتقدير لقناه رؤيا، واهلا وسهلا فيكم في العقبه. الله يحييك سيدي. اولا ونشكركم على تواصلكم مع الجمهور ومع الشعب اينما وجد. نعم. هذا واجبنا وهذه الصوره نود ان ننقلها حقيقه. يا سيدي الله يكثر خيركم، انتم تقوموا بالواجب غيركم ما عم بيقوم بالواجب. وغيركم عم بيكتفي بالتقارير اللي بتجي. نعم. اول شيء تحكي لي عمال الموانئ حصلوا على حقوقهم، انا بقول لك لغايه الان نعم ولا. نعم ولا. كيف نعم وكيف لا؟ نعم واسعه. نعم في صارت حقوق كثيره حصلوا عليها العمال، مثل بدل سكن، مثل بدل خطوره، مثل بعض الاشياء الحقوق اللي كان ضايع عليهم حصلوا عليها. وفي اشياء لا تزال في بعض الاشياء عم يطالبوا فيها، واتمنى من الاداره والان يعني لغه الحوار خلينا نحكي، اتمنى ان تكون هي الشيء السائد انه على اساس كل العمال يحصلوا على حقوقهم. لا انه لغايه الان كان يعني كان بامكان الاداره انه ما في داعي انه يصير اكثر من اعتصام. كان في اعتصام عندنا، صار في 3 اعتصامات في الفتره الاخيره استاذ محمد. نعم. من 2009 لغايه 2011 في صار عندنا 3 اعتصامات زي ما بيعرف اخونا وصديقنا عاطف البطوش. الاعتصام الاول كان اللي انا تشرفت اني اكون الناطق الاعلامي باسمه، اللي هو اعتصام 2009، وحصلنا على قسم من حصلنا على بعض الامتيازات، لكن لم نحصل على. وكمان الطريقه اللي تم حل فيها الموضوع للاسف الشديد الاداره ومجلس الاداره لجا للطريقه الشلليه اللي يعرفها كل الناس. نعم. ليس الحل اللي كان يعني كان من الصح او من الشيء المنطقي انه الاداره انه الناس بتجتمع، لكن الاداره بتجي بتوعز لمجموعه او فئه من الموظفين بتقول تعال ياسين وصاد من الناس عن اللجنه وتقول احنا بدنا اياكم انتم السته تجوا تقولوا انه والله احنا بدنا نعمل وتعملوا. طيب كل اللي كانوا حكوا فيه السته احنا كنا متفقين معهم، كنا مختلفين معهم على نقطتين اخي محمد، النقطتين اللي هم يعرفوهم كل الناس في هذاك الوقت كانوا شيء، لكن الان لما نجي احنا كان بامكان الاداره انها تلتجئ لامور اكثر من هيك، وكان بامكان الاداره انه يعني على فكره استاذ عبد الهادي كنا طلبنا الاستاذ عواد المعيطه انه يشرفنا. لا عواد اسمع، مع الاحترام لعطوفه الاستاذ عواد المعيطه، عواد المعيطه لن ياتي انه يحاور زي هيك، تعرف ليش؟ لانه الإدارة مع الاحترام لها ومع الاحترام يعني احنا بالنهاية الاعتصام ليس هو يعني ليس غاية، الاعتصام وسيلة، الاعتصام وسيلة للعمال عشان يحصلوا على حقهم. الإدارة لو كانت في عندنا إدارة ناجحة
ما كان في صار ثلاث اعتصامات. وأنا أستغرب الآن من حكومتنا الرشيدة، حكومة دولة الأستاذ عدنان البخيت، كيف معروف إنهم البخيت. معروف البخيت كيف إنهم بيسمحوا الآن لشخص صار على زمنه ثلاث اعتصامات ولا يزال على رأس الإدارة؟ يا أخي أنت بتقولوا يا أخي يا أخي ما حصل يا أستاذ محمد. إحنا قلنا لك يا أستاذ محمد اسمح لي يا صديقي اسمح لي أنتوا قلتوا إنه في مشاكل بقيت موجودة ومشاكل حلت، يعني يا رجل مش هو اللي حلها مش هو اللي حلها اللي حل. أحكي لك شغلة أستاذ محمد، يعني في مثل عام بيحكي إذا سر بيتك يطلع لأخوك ما بيعود عن تكون أنت مش يعني ما عندك القدرة إنك تدير إدارة بيتك. اللي صار إنه الإدارة ما قدرت تعجل اعتصامنا، خلينا نحكي عن أول اعتصام اللي أنا كنت ناطق إعلامي باسمه وكان أخونا عاطف من ضمن أعضاء اللجنة الموجودة. يعني بين الاعتصام الأول والاعتصام الثالث أول اعتصام 2009 اللي قعدنا 14 يوم كانت حركة المينا شلت تماما. كان بإمكان الإدارة كان بإمكان الإدارة وعطوفة الأستاذ عواد المعايطة أنه بيحضر في أول 10 دقائق ربع ساعة نفس الحلول اللي هم أخيرا اتطرقوا إلها، كانوا بإمكانهم بيتطرقوا للناس وبيقولوا وضع البلد 1 2 3 وبإمكانه يكون نتوصل لحل معين. لكن الاعتصام الأول أول إشي أعطوا الناس اللي كانوا في أيام موضوع شميساني الناس اللي قاطنين أعطوا كل قاطن 20,000 دينار، والناس اللي زي أنا اللي 22 سنة خدمة كل لازلنا نعاني إلا لما جاء الاعتصام عشان أخذنا بعض الامتيازات اللي إحنا عم نحكي فيها الآن، نحكي إنك أعطونا بدل سكن وبدل إلى آخر الأشياء. لكن كان بإمكان الإدارة لو كانت أرادت الحل إنه ما بيصير اعتصامين بعد 2009، وكانوا قالوا المشكلة عبد الهادي الراجح هو اللي جاب المينا. اسمح لي خليك معي نعم. وأجوا علي وأبعدوني لإمعان لسيدي بنيان. يا سيدي الاعتصام بك استمر وبدون استمر اسمح لي. بعدين في صار في عندنا الاعتصامين ايضا شلت حركه المينا. وبدي احكي لك شغله، انا كانسان في المينا 22 سنه وانا انا واسرتي يعني لا مؤاخذه مصدر رزقنا هي المينا، ولما توقف المينا بحس انه قلبي وقف. لكن احنا الناس بتطالب بحقوق، وكان بامكان الاداره يا اخي محمد كان بامكان الاداره انها من اول الاعتصام 2009 ما بيصير 2010 ولا 2011. طيب الان الاعتصامات حصلت، الحقوق انتم بتقولوا اخذنا جزء منها وضايلنا جزء فهذا الكلام بيعني انه المينا هو يعني جزء حيوي جدا من كل اقتصاد الاردن طبعاً. وهذا صوره للاردن كله الأردن. لذلك احنا اللي بنحكي اليوم او ما نطلب اليوم او ما نتطرق له الليله هو انه شو ضايلكم مطالب حتى نقدر احنا نقول انه هاي المطالب ممكن التحقيق غير ممكن التحقيق، شو بردوا عليكم المسؤولين؟ استاذ عاطف ابرز المطالب المتبقيه لكم كعمال موانئ لم تحقق حتى الان. ابرزها احنا عندنا مطلبين، المطلب الاول انه المسؤول اللي وقع على قرار خصخصة انه ينظر بعين الاعتبار يعني انه في اردنيين وفي عمال يعني ابناء هذا. كم الموظفين كلهم من وين؟ عشان البعض يعني بيسال من وين موظفين كلهم من العقبة من الطفيلة من معان من الأردن كله من كل مناطق المملكة. من كل مناطق المملكة نعم. فإحنا ينظر إلهم يعني لما يجي يوقع بس ينظر إلهم شو بترتب على توقيعه هذا وشو يعني. عندك الدنماركية لما أخذت منها الحاويات رجعوا تقريبا ما يقارب 500 وإشي عمال على المؤسسة عبء هيك يقعدوا بس يأخذوا رواتب ما بيش يعني بدون أي تعويض للمؤسسة ما بلاش للأشخاص للمؤسسة. الشركة البحرية خدمات البحرية لما كمان خصخصوا رجعوا تقريبا 237 عامل على المؤسسة كمان وهم أخذوا يعني عندكم أنتوا عمال زيادة استعطف حاليا. ما أنا هذا بقول لك هذا سبب الزيادة إنه المواقع اللي فيها يعني فيها ربح ممكن يغطي الأضرار اللي موجودة في المؤسسة تم خصخصتها. الآن المؤسسة تعاني حتى إذا بدها تحسن وضع العاملين يعني راح ينعكس على يعني ما فيش أكون معك صريح يمكن ما فيش موازنة من خلال الأمور اللي طلعنا عليها يعني لا تستطيع المؤسسة إنها تحسن وضع العاملين حاليا لوجود هاي الأعداد. اثنين كم عندك كم موظف عندك تقريبا بسائي. اسمعني كم موظف تقريبا هو الآن ما زال 3000 ونص تقريبا 3000 العبء المؤسسة يعني أنا بتصور إنها تعمل بألف انطارت 1200 شخص يعني عندكم أكثر من الضعف أكثر من النصف أكثر من النصف زيادة. بس شو الزيادة شو أسبابها؟ أسبابها الأخطاء، أخطاء المسؤولين قتلوا المؤسسة قتلوا أبنائها.
اثنين انت عندك الفوسفات الان وقعت اتفاقيه مع شركه مع مناجم الفوسفات انهم ياخذوا الفوسفات تبع المينا قسم الفوسفات في مؤسسه المواني بدهم يرجعوا كمان 300 حامل كمان على المؤسسه وياخذوا القطاع هيك بدون عمال. طب كيف طب وين تعويض الناس؟ تعويض المؤسسه وين؟ بدون تعويض حتى للمؤسسه. طيب انا الان قاعد بعاني من ترهل في المؤسسه واحنا الان بصدد انشاء 4 نوبات عمل بجوز تقلل شويه من الاعداد الزياده يعني راح يكون في حاجه راح يكون حتى في بعض التخصصات راح نحتاج لتعيين وهذا عائق راح يكون امامنا امام رئاسه الوزراء لانه احنا نتبع لديوان الخدمه المدنيه والتعيينات بموجب تعميم دوله رئيس الوزراء موقوف. فاحنا بحاجه لكيميائيين في المؤسسه بحاجه لمهندسين بحاجه لكذا لكذا حتى العمال الان الا بقرار يعني من فوق حتى يتعين عامل بدك تعينه بدك قرار رئاس الوزراء ليش؟ للاسباب اللي انا قلت لك اياها ماشي اوكي انا عندي زياده انا بقول لك كانوا يوافقوا على اعاده هؤلاء العمال تحت بند اعاده تاهيلهم. طب اهلو سيدي انا اسمح لي انت تطلبوا الان يعني هناك طلب انهاء معاناه مؤسسه الموانئ نعم. يبدو ان المؤسسه تعاني بسبب كم كبير من الموظفين هذا المطلب الاول انا نعم. قلت لك انت قلت لي شو هن طيب المطالب اخرى يعني المطلب الثاني يا سيدي احنا بالاعتصام الاولاني والاستاذ عبد الهادي كان معانا يعني احنا وعدنا بارض مقابل اننا نتنازل عن بعض المطالب اللي هي كانت لما اجت شركه المعبر اخذت كل سكنات المؤسسه يعني حرم الموظف من هاي الميزه من ميزه السكن الوظيفي واخذوا الارض بغض النظر عن السعر وعن الهوى ايا كان اخذوا هاي الميزه من الموظف الان ما في سكن وظيفي فصرفوا تعويض 20,000 دينار للقاطنين فعليا في هاي السكنات باقي العاملين ما اعطوهم هذا المبلغ. فلما صار الاعتصام على اثر هذا الحكي وقفوا القرار تصور 3 أيام بجوز عبد الهادي صحيح وبعدين تبينوا انهم صارفينه ونحن لا نعلم يعني كان قرار التوقيف تعرفوا فيه وقفوا القرار قرار الصرف صوريا ولكن فعليا هم كانوا صارفين 20,000 ايش مين صرفوا يعني للاشخاص المعنيين لا للاشخاص اللي كانوا يسكنوا بالسكنات صرف فقط اللي كانوا ساكنين نعم مساني لا اسكان لابناء مساني والسكنين الاولى اللي كانوا يسكنوا فعلا في هاي الوحده والباقي باقي العاملين ما اعطوه فلما رحنا باقي العاملين وين كانوا قاطنين في اماكن اخرى لا كان ينتظر دوره على السكن ينتظر دوره على السكن ما في دور سكن واللي كان ساكن اخذ تعويض نعم ما في دور سكن ما عندكم لا ما في الان شيء اسمه سكن وظيفي ما في حتى اللي كان موجود ومش من ضمن الاراضي اللي بيعت ملك للقاطنين فيه عشان يخلصوا من عبء الصيانه وبتعرف يعني بترتب عليها امور ثانيه ما في مشكله. الان لما رحنا على المفوضيه قالوا يا عمي مصاريف الدوله ما في يعني نعطيك العدد هذا كله 20,000 ما فيش بدنا مبلغ كبير بدكم العدد 3500 موظف ال 20,000 لا بتجيب من الوافدين احنا بنحكي عن الاردنيين انا قديش الوافدين يعني مش اقل من 2000 اتصور عبد 2000 وشيء 2000 وافد في مؤسسه لا 2500 اردنيين انا بحكي 2500 انت بقول لك 1000 الوافدين 1000 وافد الالف وشوي يعني 2500 موظف لا ما يقارب 500 وافدين اذا مو اكثر كمان اكثر من 500 ولا يعني ما يقارب يعني انتم مسؤوليه لكم كم موظف في عمال موانئ هم من الاردنيين برقم دقيق يعني اقل موجود معناه هم يتجاوز ال 600 شخص بيتجاوز ال 600 شخص ما بين ابناء قطاع غزه والوافدين اللي هم مصري وهندي في عندنا 600 موظف من خارج في هذا القطاع نعم. وافدين نعم يعني عندنا 2800 موظف اردني موظف وعامل هذول نعم. انتم 2800 موظف نعم. بتطالبوا من هذول 2800 كل واحد فيهم ياخذ 20,000 ياخذ 20,000 لا استاذ محمد بس خليني اكملها عبد دقيقه بس بعد اذنك فهم كان طرحهم انه يا عمي احنا ما بنقدر نعطيكم ما في مبلغ موجود لهذا الكم لكن احنا بنعطيكم قطع اراضي بنوزع عليكم قطع اراضي اقل قطعه طبعا هذا الحكي يعني اذا بدك اقول لك كمان اسم المسؤول اللي طرحه بنقوله يعني وهو الان انتقل من المفوضيه ما في مشكله انك تقوله يعني حتى هو السيد طه زبون شاب فقال احنا في عندنا قطع اراضي اقل قطعه ارض في العقبه حقها 20,000 و30,000 يعني اذا ما بده اياها بيستفيد منها ببيعها بس انت بتقول عن معلش اسمح لي انا ابو سعد الهادي انت ناشط عمالي انا بدي احكي على لغه ارقام بسيطه 2800 موظف والميناء يحتاج ليعمل 1200 موظف تقريبا واحنا بدنا نصرف لا ال 2800 موظف كل واحد ارض ب 20,000 دينار وين العداله هون؟ طيب انا بس بدي احكي شغله بس بعجاله انا وقتي لانه لا انا بدي احكي شغله انا بحكي بعموميه نحن في النهايه مطالبكم محمد. اساسيه وهذا تفضل استاذ محمد بدي احكي شغله بس للتاريخ وللامانه التاريخيه بدي احكي والان الاخوان اللي في اللجنه المنصفين منهم من غير السته اللي صاروا من جزء من الاداره انا بحكي عن او اتباع للاداره بديش احكي جزء يعني لا معلش عشان بس القاب لا بس بدي احكي انا بس بدي احكي للامانه التاريخيه
الأخ الأستاذ طه زبون، الدكتور طه زبون المفوض في العقبة، لما طرح موضوع الأرض كان له هدف واحد، حل المشكلة. لا، ما حل المشكلة، كان بده يحط يدق سفين ما بين الموظفين نفسهم والمواطنين، انه ما بين الموظفين والعمال على اساس يضيع الامور. وبعدين رد حكاها الاستاذ طه زبون، قال انه ارض وربطها بسكن كريم لعيش كريم. هذا الحكي حكاه وفي اجتماعنا مع في مفوضيه العقبه. ما انتم بتطالبوا الان باللي طرحه الاستاذ طه؟ خليك معي. لا، هو طرحها طه ورد ربطها بموضوع سكن كريم لعيش كريم، يعني بمعنى انا كان رايي، انه هذا كان تسييف للامور. ومع انه احنا بنقول اي انسان يستحق ارض في العقبه يتم منحه على اساس الدور زيه وزي اي انسان مواطن في العقبه، لكن طه زبون لما طرحها كان هدفه دق سفين ما بين الموظفين. يعني استاذ طه غير حاضر حتى يرد على هذا الموضوع. وفيما بعد عشان اكون منصف، بس انا بدي ارجوك، ما عندي وقت، انا وقتي يداهمني. استاذ طه غير موجود حتى يرد عليكم، واعتقد انكم انتم الان يعني الاستاذ عاطف عم بيطالب بمطلب الاستاذ طه او بما عرض الاستاذ طه به اراضي، طالب بتحقيق بتحقيق ما طرح الاستاذ طه. يبدو ان ايضا النقابه تقبل بهذا العرض اللي هو عرض استاذ محمد. الان شو المانع الان عند المفوضيه اذا كان في مجال اعطاء موظفين الموانئ اللي الواحد له 20 30 سنه في الموانئ؟ شو اللي يمنع ما بيعطوه قطعه ارض؟ المفروض يعطوه اصلا. طيب، يعطوه. وبعدين موضوع بدل سكن اللي تفضل فيها اخونا بعجاله خاطئه، خليك معي. أخ عبد الهادي، هم الاداره الان، اداره المؤسسه اعطت بدل الموضوع، اعطت بدل سكن للموظفين، لكن الان في شرائح اخرى اللي هم المياومة. استاذ محمد، بس بدي قضيه انسانيه، بس بدي احكي لك عنها باطار اقل من دقيقه اذا سمحت لي. المين الان في اكبر مشكله فيها اطار المياومة؟ في عندك توظيف وكله مياومة، في عندك انتداب، في عندك كذا. انا اطلب من دوله رئيس الوزراء شخصيا معروف البخيت انه حل هاي القضيه الانسانيه وتحويل موظفين المينا كلهم للاداره، كلهم. طيب، لا نظام المياومه. طيب، وليس انا بعرف انه القضيه لا يكفيها نص ساعه من الوقت. وانا ارجوكم طبعا. انا وقتي يعني داهمني جدا، بدي اشكركم واؤكد معك استاذ عاطف واستاذ عبد الهادي، رح نتابع كل القضايا العماليه في العقبه معكم سواء في نقابه او اي قضايا اخرى. نحن على تواصل دائم معكم. كل الشكر لكم. انا في نهايه هذه الليله اود ان اشكر مشاهدينا، اشكر جميع من ساهم في انجاح هذه الحلقه، اشكر عطوفه المحافظ ومديريه الشرطه ومفوضيه العقبه، كل من ساهم في انجاح نبض البلد من العقبه. واشكر ايضا اداره تلفزيون رؤيا وطاقم العمل الذي يعني الله يعطيهم العافيه جميعا. كل الشكر لكم جميعا ومشاهدينا. انا بدي احييكم، اشكركم على متابعتكم واشكركم على كرم المتابعه. التقي بكم باذن الله الاحد المقبل. مني محمد الخالدي اجمل تحيه، تصبحون على الف خير.